بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الباكين على مصابه الأليم. دعاء اقرأه حتى مطلع الفجر كي يقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك إن شاء الله تعالى. والدعاء هو أن تصلي على محمد وآل محمد 14 مرة، ثم تقول: يا ذا الذي كان قبل كل شيء، ثم خلق كل شيء، ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، ثم سل حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.